طفله علم الغدر. سعيدة يا خواجة خريستو. يا آخر يا آخر سي بخاف كلميرة سي بخاف كلميرة. ازاي ابنك الكبير يني؟ بخير الحمد لله. بخير. وابنك الصغير يني؟ بخير الحمد لله. وبنتك الأمورة يني؟ بخير الحمد لله. أنا بدي منك وقة توم وتزيدني عليهم لو تكرمت نص وقة توم. إلهي الاثنين فادر جيم خامد. ممنونك فادر جيم خامد. مساء الخير. لو تكرمت لو جالك توم شيع لي حد عند البيت. تحت امرك سي مخاف. مساء الخير كلميرة. مساء الخير سي محمد. سعيدة يا فتحية. سعيدة مبارك يا سي محمد. اتفضلي يا فتحية. من مجهودي الشخصي وكدي وشقايا جبتلك كل طلباتك. البت لأكون نسيت حاجة. استرها يا رب. من جهة نسيت فأنت نسيت يا سي محمد. نسيت قبولاتك ليا. أنا ما نسيتش قبولاتي يا فتحية. أنا بدي أقولك إني واخد على خاطري منك حبتين تلاتة. يا ندمتي؟ ازاي كده يا سي محمد؟ ده انا اعشقك. ايه؟ ده انا اعشقك. ايه؟ ده انا اعشقك. انزح شوية يا فتحية. يا عفريتة. يا محتالة. يا بتاعت جوز ولا فرد. بتضايقيني وترجعي تستغلي مرؤتي وشفقتي وطبتي لدرجة اني بفكر أصفح عنك. صدقني يا سي محمد غيابك عني في العمل بيزود من شكوتي وشجوني وبسهر طول الليلة ناجي القمر في غيابك. بس ده مش معناه يا فتحية انك هو ده سبب مضايقتي. نسيتي تصحي في الصباح تلمعي لي طربوشي لاجل منزل شغلي مرتاح. هو ده اللي اتعلمتيه في بيت والدك؟ طربوشك؟ طربوشك على راسي يا راجل. سامحني يا سي محمد سامحني. زيدي في البكا والاسى لاجل اصفح عنك. اصفح عني يا سي محمد. اصفح عني سامحني. عايزك تفهمي كمان يا فتحية ان بكد وبكدح في الشغل وساعات كتير بتعور لكن ما نحوش التلاتة جنيه واجيب لك الراديو الترانزستور اللي يونسك في وحدتك. يا حبيبي يا سي محمد. يا ما نفسي يا فتحية إبليس يبعد عن عشنا شريعين تلاتة ونعيش في هدوء ومحبة. لا نكلم حد ولا نكلم حد ونعيش في حبنا الهادي طول العمر. يا رب يا سي محمد. بتبكي ولا بدك ترجع يا فتحية؟ محبش أشوفك كده. عايزك شجاعة تتعودي على قسوة الأيام. مفيش ورد من غير قصرية ورد بالطين تشيله والدنيا على كده وكده واللي يدوق القسوة يحس بلذة النعيم. ربنا يخليك ليا يا سي محمد. فتحية أنا أحبك. إيه؟ أنا أحبك. إيه؟ أنا أحبك. بص كده. ازيك يا نادية؟ ازيك يا ممدوح؟ مالك يا ممدوح؟ متضايقة من حاجة؟ أيوة أنت مضايقاني بصراحة يا نادية. أنا يا ممدوح؟ ليه؟ في إيه؟ 100 مرة قلت لك يا نادية أنا جوزك ولازم تسمعي كلامي، صح ولا لأ؟ أنا بسمع كلامك يا ممدوح، أنت بس قول لي عايز مني إيه وأنا أعملهولك. قلت لك كم مرة يا نادية ما تلبسيش بنطلون؟
وماله البنطلون يا ممدوح؟ مش عاجبك في ايه؟ مش مساله مش عاجبني، بس بص حواليكي، احنا بقينا في السبعينات يا ناديه، سبعينات. شوفي مامتك، شوفي اصحابك، شوفي جدتك، كله بيلبس قصير. ولا انت مش واثقه من رجليك يا ناديه؟ لا يا حبيبي، انا بس خايفه لا تكون بتغير عليا. غير ايه يا بنتي؟ ايه الكلام القديم ده يا بنتي؟ احنا في السبعينات، فاهمه يعني ايه في السبعينات يا ناديه؟ مش معقول، لازم تتطوري. مش معنى ان انا علمتك تشربي بيره وسجاير يبقى هو ده كل اللي انا عاوزه منك. في حاجات لسه يا ناديه، يعني مثلا بصراحه ما تزعليش، شكلك لسه عايشه في اليشمك والملايه اللفه بتاعت زمان. أوه نو. ولا نو ولا مش نو، يعني المزيكا بتسمعي ايه دلوقتي؟ يعني انا راهنك ان انت ما سمعتيش الولد الجديد، اسمه هاني شاكر، قمر قمر قمر، واغانيه سكر، جنني جنني. عارفه اغنيته بتقول ايه؟ بتقول كده برضو يا قمر تطوعني على السهر، كده اهو كده اهو. ما انت عارف يا ممدوح يا حبيبي، انا ما بسمعش غير اجنبي، البيتلز، الفيس بريسلي. انت هتفتي، ما انا قفشك من يومين بتسمع احمد عدويه. او نو نو ايه وبتاع ايه؟ بقولك عيشي السبعينات. انت مش شايفه السوالف قد ايه؟ ده انا بنهج منها وانا قاعد في العربيه. وبعدين عبقريه السبعينات، بصي بصي هوريكي حاجه افهمك. شايفه الجزمه دي؟ دي جزمة تيجي في أي عصر إلا في السبعينات، دي صبخ رصانة، خلي بالك مش جزمة تافهة. عيشي فرفشي بقى وأنا هفرفشك أكتر. عايزك النهاردة تنيمي الولاد بدري عشان محضر لك مفاجأة عظيمة. بجد يا ممدوح؟ إيه هي المفاجأة الحلوة اللي أنت محضرها لي؟ هنروح نلعب قمار في عوامة واحد صاحبي. أوه نو، مش قادر. أي حبيبي يا ممدوح، أنت مش حارمني من حاجة أبدا. إيه ده، بس يتقبض علينا في الآخر عشان السسبنس يكمل. الله كده برضو يا قمر تصاحبني عالصهر، كده يا كيكو. ايه ده وليد اللي معاك؟ قشطة، قول له بقى السهر النهارده صباحي. ها ما يقوليش ساعة ويخلع، أنا عارفه بياخد الشبشب في البيت. يا ويلا يا ويلا، الجواز ده عايز رجالة. قول كيكو، هننزل مع اصحابي في افتتاح كافيه جديد، واحد صاحبنا مبارك له وبتاع ساعة يعني ولا حاجة. تنزل؟ سوري؟ ناوي تنزل؟ لا مش ناوي خالص خالص. ايوه قعدت اقول لهم انا نازل نازل، بس قشطة فاكس اتحرقوا تحت في الشمس. انزل ايه وبتاعي؟ بعدين كريم ده رخم قوي، هو كل الشلة انا يعني ان شاء الله هقطعه ان شاء الله، ما تحطيش بالك. لا انزل قال. ايوه وليد. لا سوري يا معلم مش هنزل، لا 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 ما عنديش مود نزول، هزهق بصراحه، ما احنا لسه خارجين من 4 شهور. لا 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 فاكس بقى يا معلم. قشطه، ما تفوتوش عليا تاني، ها مش ناقص احراج. اوكي يلا باي. بتعمل ايه؟ نعم بتعمل ايه؟ لا يعني قلت انفخ سيجاره كليفنج يعني. تدخن؟ واحنا بندخن في البيت عادي كده؟ صح صح سوري انا نسيت. معلش نسيت الرولز. معلش معلش، انت عارف البني ادم نساي، انت يعني ساعات بتنسي. عادي عادي. كوكو انت كويسه؟ حاسه بحاجه في زورك؟ اشربي حاجه؟ مش عايزه تسافري؟ طب انا سافر. ايه ده؟ عايز اتكلم معاك. شغلتك على خير يا حبيبتي؟ في ايه؟ فين قسط العين السخنه؟ نعم؟ قسط العين السخنه فين؟ اهدي بس، ما انا اديتهولك كان في ظرف قد كده اول امبارح. هو ده كان القسط؟ امال ده كان ايه؟ انا عملت بيه شوبينج. اوكي اوكي، مبروك يا روحي مبروك. انا بس ال مدهوش، اصل انت عارف انا قاعد من الشغل، لما ربنا يكرم ان شاء الله هكيش لك الشاليه باذن الله. انا مضحيه على فكره، انا ما بعملش بديكير، انا ما بعملش مانيكير، انا ما بعملش شعري، انا حاطه قصيته. اضحي اكتر من كده عشان حياتك قاعد من شغلك؟ معلش يا حبيبتي بس ما تنسيش يعني، يعني انت مستعجله ليه على العين السخن؟ مستعجله ليه؟ علشان يرمين استلم الشاليه بتاعها امبارح وانا رايح صيفي مع صحابي، يعني ايه الظلم ده؟ ده انت قلبتي لي كده؟ يعني اتجوزتي كان مستواكي ارقى من كده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الاسلوب ده؟ اوكي هكيشهولك بعد بكره ان شاء الله. ايوه امتى؟
ما انا قلت بعد بكره اعمل ايه، ممكن بقى اكمل فيلم عشان دمه خفيف قوي. لا يلا خش اقعد جوه. اقعد جوه ليه؟ عشان رشا جايه. طب ما انا عايز اتفرج على الفيلم. خش اقعد جوه. انت مالك بقيتي عصبيه ليه كده؟ يلا ممكن اخد تفاحه؟ لا يلا 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 يلا. يا كريم انت فين يا راجل؟ بقول لك يا كوكو، ما تعرفيش مفتاح الخزنه فين؟ عشان فيها السي في بتاعي، هقدم على شغل بكره ان شاء الله. زربة ولا خليني النهارده، ما ينفعش فوت الخروجه دي. حبيبتي المفتاح بتاع الخزنه شفتيه؟ كان في الدرج اللي في كوميدينو، عشان السي في بتاعي. مش ممكن يا علاء، ده علاء كمان خارج معاهم. يا ستي قولي لي فين مفتاح اكسر الخزنه؟ انا ممكن اكسرها. خزنه ايه؟ الخزنه بتاعتنا، عشان السي في بتاعي هقدم على شغل بكره. هو انت مش شايفني بتكلم ولا انا بهرج مثلا؟ صح صح صح، سوري ما بتهرجيش، انا اسف انا اسف. سلمي لي على علاء. انت بتعمل ايه؟ هجيب ماتش برشلونه النهارده، اعتزال ميسي. ميسي؟ اه ميسي لعيب بحبه ما فيهاش حاجه. احنا كل يوم بنتفرج على برامج الطبيخ، واحنا اصلا بناكل تيك اواي. انا ممكن اطلب طلب؟ ايه؟ انا عايز اتطلق. لا لا لا، ده انا بهزر بهزر يا عبيطه. وفي راجل يقول انا عايز اتطلق؟ خلاص خلاص اهدي اهدي. بقول لك يا حبيبتي، ما تيجي نروح للدكتور يعني نعرض عليه الموضوع. انا خايف يخرج مره ما يرجعش تبقى مصيبه. انا ازاي؟ اهدي اهدي، هو هيلم. انا بقيت اعرف وقته خلاص. ايوه هيلم هيلم. استغفر الله العظيم، اعف عنها يا رب. طب يا كوكو انا هدخل انام، تصبح على خير. تنام؟ تنام ازاي يعني؟ انام في ايه؟ انا عشان ما اقعدش استفزك اضايقك، كله لمصلحتك. يعني انا افضل اشتغل طول النهار ويطلع عيني وحياتك بالليل تيجي تستفزني وتخنقني وعايز تنام؟ اخص عليك اخص عليك، انت بتعايريني عشان انت بتشتغلي وانا لا؟ وبعدين بذمتك انا بخنقك ولا بناكب فيك ولا بزهقك؟ تلوي بوزك كمان. لا دي لا بقى، انا بلوي بوزي؟ يعني انا هقبل كل حاجه الا حكايه البوز دي. انا اللي بلوي بوزي؟ هما اللي بيطلع منك دوت ويلطش في وشي وفي الحيطان ومبهدلني وخانقني في حياتي. اسمه ايه؟ انا؟ ايوه. لا 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 مش قادره اصدق، والله العظيم ثلاثه انا بقيت كتير ما ضحكتش من قلبي كده. لا انا ضحكتي. حاجه وكاكا. انا عندي بوز. انت موهومه، انت اسمك الشارع كله بيقول عليكي كوكو بوز. اسمعي كلامي، اسال ده انت مشهوره. كوكو مبوز كوكو مبوز. اهو 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 اهو. ايه ده بيطول؟ انت بتطولي ليه؟ ده بيلف عليا. نهار اسود فلاني عم ابراهيم بواب، الحق كوكو بوز هتموتني بوزه.
اللي في وشي وبخاف لما بتتمشي عشيني وانت بتتعشي في ايه وتتفرج على العفريت. لا ما عيش اتفرج على العفريت. والله يطلع لك ريش يا ابن فريخي. طب ايه رايك باقي ان الغولة هتبوسك من حانك فرنشي كيس. لا الحاجات دي عيب وحرام. بس يا واد يا صميضة كفاك فرج على الافلام. اسمعوا يا بلد اوامر منظور بيه ان كل البلد لازم تتفرج على العفريت غصب عنيها، واللي مش هيتفرج على العفريت هنرميه للوطويات وهتتسمي بهايمه وهتتحرق ارضه وهيتحلق شنبه ويبقى كيف النسويين. سامع يا صميده؟ لا مش سامع. بس يا ود وخدوا من الخبر ده. ما بلاش الخبر ده. بس يا عطيه اللي توا من هنا ورايح هتبقى قطاق طاجين. ايه الجبروت ده؟ ايه ده؟ وسع يا ويل مندور به وصال. حلو يا ادي ابراهيم الولع شبريه مالكم عاملين زيت وزنبليطه ليه على الفاضي؟ في ايه؟ قلنا لهم اللي توا زادت الطقطقين هاجوا ماجوا. هاجوا ماجوا وانتوا واقفين وهم هاجوا ماجوا؟ طب معلش احنا متاسفين يا جماعه اللي قالوا الراجل اللي بيقول هاجوا ماجوا ده الطاق مش طاقين، عشان خاطركم الطاق 40 طاق. ليه؟ ونجيب منين يا مندور بيه؟ ده احنا غلابة ما حلتناش اللضا. ان شاء الله عونكم ما جبتم ولا شفتوا العيشة وتموتم. انا ما بكرهش الا اللي زيك الغلابة اللي يقولوا احنا غلابة دول. انا مالي؟ ده جزاتي اللي مخليكم عايشين في ارضي وارض ابويا وجدي ومش كده وبس، عامل لكم ملاهي وبتتفشخروا في البلاد اللي حدانا. عندنا ملاهي. هلم كل مليم دفعته يا بلد. قلت يا صميت. لا انت بتبرق لي يا سميده. ايوه يا سميده بيبرق لي. طب يا سميده انا هخليهم يفرجوك على حاجه عمرك لا انت ولا اهلك شفتوها. على ايه؟ هتشوف دلوقتي فرجوه. يا سميده انبسط. قول لناسك واهلك شفت ايه جوا يا سميده. ما قدرش ما قدرش. يا تقول شفت ايه جوا؟ ما قدرش. حب على يدك ما تدرني. ما قدرش. حب يقعد على يدي زي ما قلت. اسمعوا اي واحد فيكم ممكن يدخل المكان ده مكان سميضة وهيشوف اللي عمره ما شافه. كملوا عليه ادخل سميضة. حرام كفاية. لكم مش هيدفع للتاوى. لسه باقي 200 غور ياد وربنا لغور. ومن فيكم يا اهل البلد مش ناوي يدفع للتاوى؟ انا مش هدفع للتاوى. يا ساتر يا رب ايه الاحجام دي؟ انت من فين يا بلدينا؟ شكلك غريب على البلد لان مفيش مخلوق في البلد دي يقدر يوقف يقول لك الكلمه دي. انت منين؟ أنا من مطاريد الجبل وآخر مطرود في الجبل فيهم، ونازل عشان أشوف الغولة والعفاريت. ده أنت هتشوف الغولة وأم الغولة كمان.
وببلاش، احنا عنينا رجالة الجبل والجايين من الدبل. تعال يا حلو تعال، هتشوف الغولة؟ اقف هنا. اقف هنا؟ اقف هنا انا فرجيك الغولة. لا انا اشوف. اقف. عايز تشوف الغولة ها؟ انا فرجيك الغولة. ورهاني. اهدي. حلوة الغولة؟ اهدي خلاص يا خدور بيه. حاج علي. لا استنى لسه فيها حتة. انا امي عايزة هادي. امي عايزة هادي. وتوقف تقول لي قدام الناس مش هدفع لك تاوى، انت مش تدفع حاجة خالص خلاص. اخر حاجة تدفع حاجة. يا نهار اسود. يا نهار اسود كفاية. انا من رجالتك يا مندور بيه. استح مني فاضل الاربعة نخلصهم وخلاص. يا كتير. كفاية. كفاية الخنجر هيضرب في كرشي. مين البيت دي؟ بنت الحاج ابراهيم الحلاق. كبرت وحلوت. نجيبها لك؟ ملكوش صالح. شوف الوليه كانت عفين، خليها تجيبها على المضيفه، خليها تقلعها الاسود ده وتظبطها وتحط لها مكياج. يا راحت فيه. والله ونولت اللي ببالك يا مندور يا ابو الدهب، وعملت ملاهي الشيطان ونفذت وصيه ابوك. الله يرحمك ابوي ويحسن اليك. انت اللي زرعت في قلبي الشر والقسوه، ولغيت من حياتي حاجه اسمها شفقه ولا رحمه. مش هنسى ابوي، اول ما وعيت على الدنيا شفتك وانت بتقتل امي وامي بتقتلك، ودخلت عمتي قتلتكم انتوا الاثنين، ودخل جدي خلص عليكم كلكم، رضعت منكم الشر. ربنا يبارك فيكم وفي سيرتكم العطره. اول مره قتلت فيها كان عندي 12 سنه، واول مره اغتصبت فيها كان عندي 12 سنه، واول يوم حركت فيه غطان للغلابه كان عندي 12 سنه. بس كان نفسي ربنا يكملها بمترين ثلاثة طول عشان الهبة تكمل، لكن بعون الله أنا عوضها بالرعب للخلايق اللي بيقولوا عليهم غلابة، دول عايزين الحرق. يا رب يا رب زودني شر وقوة. خش يا كتعة. يا ساتر. العوافية مندور بيه، جبت لك ست البنات. جر يا بيت، جرب يا بيت على سيدك يا بيت. تأمرني بحاجة تانية يا مندور بيه؟ استني يا وليه يا رغاية، انت جاية جاهزة احمر وملعلط. لف يا بيت، بس يا بيت دوختيني. وقفوها. وقف يا بيت. وقفي. ايه قولي لي يا وليه، ضفايرها دي ضفاير ولا اكستنشن؟ لا ضفاير يا مندور بيه. كله هيبان، ما احنا ما هنلعب مع بعض، هنشد بعض هيبان. لعبي حواجبك يا بت. بس خلاص خلاص، مجنونه باين عليها ولا هبله. حواجبها دي بتاعت ربنا ولا تاتو؟ لا بتاعت ربنا. هنشوف احنا برضه منغزل بعض. انت خافره شغلانتك. هنلعب حواجب بعضينا وهنفهم. ماشي. لم يا وليه تجلبيه. لم يا بت. والجسم ده خساسان ولا شافطه؟ لا طبيعي يا مندور بيه. حلو. والجوره دي مفروضة من عند ربنا ولا ضربة بوتوكس؟ لا 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 لا، مفروضة من عند ربنا. افتكري افتكري كل كلمة قلتها لي. حاضر. عشان لو كدبت في كلمة انت خابرة ايه اللي هيحصل لي. حاضر يا مندور بيه. ادي الولية دي 50 قرش. 50 قرش؟ 50 قرش اعمل بيهم ايه يا مندور بيه؟ حرام عليك يا مفتر يا ظالم. طلبت مني صبية حلوة، جبت لك وردة مفتحة ولابسة احمر زي ما انت قلت. حرام عليك حرام عليك يا مفتر، اعمل ايه من 50 قرش؟ مفيش حاجة يا مندور بيه. خدوها قطعوا لها رقبتها. لا يا مندور بيه. وطلعوا اللسان وقطعوها عشان الغولة بتحب اللسان. حرام عليك يا الله. أمري. قطعوا دراعتها. ده الظالم قال. تعالي يا بت تعالي يا بت. رمي كله قدام عينك من الاول عشان تبقي شايفه وخابره وعارفه انت هتعاشري مين. ها افهمي عشان ما تضيعيش، انت لسه شباب. القهوه اقول عليها زياده، تيجي مظبوط رقبتك هتطير.
فاهمة ولا لا؟ كلمة تخرج من الدار دي سمعتيها انت فاهمة، هقطعها قطيع، ما عنديش يعني ما ما ت... ها؟ ايوه ايوه، ودخلت وقعدتي من غير ما تبوسي يد سيدك، هعديلك الغلطة دي، بوسي. كفاية كفاية كفاية، ايه انت جعانة ولا ايه؟ بوسي. خلاص كفاية، خلاص خلاص خلصنا خلصنا. عايز اقول لك على حاجة، الرعب اللي انا مسببه للبلد ده هون، والشر اللي انا بس فيه، كل ديه كوم ديه منظور تاني، لكن منظور بيه مع الستات حاجة تانية خالص. تلاقيني هايف، احب الدلع انا واحب الحريم. ايه بنت الحلاوة دي ما شاء الله، ايه دي ودي كبيرة حبتين. ده حلق يا منظور بيه. ايوه 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 ايوه، ربنا يزيد. بيت يلا يا بيت، كبسي ظهر يا بيت، كبسي. يخرب بيتك، مال يدك تقيلة ليه؟ مش يد ست، دي يد راجل. مالك؟ ما انت يدك حلوة زي الفل اهو. ازيك يا بنت يا صبري؟ مالك يا بنت في ايه؟ في ايه يا بنت؟ هي ما قالتلكش انني ملبوسة؟ مين اللي قالتلي؟ ومين ملبوس؟ مين لابس مين؟ انا ما اعرفش حاجة. اديك عرفت. طب اعملي هاني دلوك، يعني انت مين؟ ولا انت لابسها ولا هي اللي لابساك؟ ولا انتوا التنين عايزين تلبسوني؟ انت عايز ايه؟ انت مين؟ اني ثروت. ثروت؟ طب وانت ليه لابس الولية دي يا عم ثروت؟ الحب. حب؟ طيب ربنا يهنيك ببعض. ده انت حلت يا عم ثروت. انا اطلع برا وانتوا التنين تحبوا بعضيكم، انتوا صبرين، وخذ راحتكم، الدار كلها تحت امركم. انت بس لو عزت حاجه اوقف وقولي يا مندور، تلاقيني خدام تحت رجليك. بس ابو سيدك فكاد يا عم صاروخ، سلام قولا من رب الرحيم. لا بص ليش كده، انا بخاف يعني. شوف انا عامل ملاهي الشيطان وكل حاجه، بس انا بخاف. اعمل ايه؟ اعمل ايه يا عم صاروخ؟ تعال هنا. ولا هنا ولا مش هاجي يا صاروخ. تعال هنا. حياتي انا مين؟ انا جاي يا صاروخ. تعال هنا. انت زفتها ساي. أوامرك يا منظور بيه. عملتوا إيه في الولية اللي جابت البلوة دي؟ قتلناه. حلو حلو حلو، الحمد لله. ليه يا منظور بيه؟ ده هي اللي جابت لك ست الحسن والجمال. حياتي النبي، طب سلم على ست الحسن والجمال. إزيك يا ست الحسن والجمال؟ أهلا أهلا. شوف ما طلعتش ست الحسن. قول لها أنت مين؟ قول لها أنت مين؟ أنت مين؟ أنا ثروت. يلا خد على الزريبة يا مفيرة، تسيبها لوحدك. امشي امشي، خد هترتاح يا مسارة الزريبة، كل زي ما اتفقنا زي ما اتفقنا. امشي امشي. لا خدها انت، خدها انت. امشي امشي، روحي يا مسارة، روح روح. اسود ده الا للسودة دي، الظاهر من كتر الناس اللي قتلناهم هيطلع على دماغي. استر يا رب. سلم قوله من رب رحيم. مين؟ أنا ثروت يا مندور. أنت لسه ماشي ثروت ولا اللي مشي ديت البيت؟ أنا ما بقتش فاهم حاجة، عايز مني إيه؟ أنا موجود معاك يا عم نمرة السرايا، عايز مني إيه؟ أنا حبيتك. والمطلوب؟ أقعد معاك وأسيبها. خلاص تقعد معاي، وانا زي ما انت شايف يعني ربنا فتح عليا وعامل ملاهي للشيطان، انت اللي هتمسكها ومرتبها تشوف، بس الحمايه الاول. بجد هتحميني؟ احميك. ربنا يبارك فيك يا عم صاروخ، واهم حاجه ما تطلعليش وانا لوحدي بعد كده، نتقابل في الملاهي. اتفقنا؟ اتفقنا. بالسلامه انت، بالسلامه. استبيني استبيني. الحمد لله الحمد لله. يا سعادة البيت بتكلم راجل شرير مولود في الشر. ايوه كل البلد مرعوبة، كله خايف، ومفيش حديث في البلد غير على الغولة الغولة الغولة. ايوه منظور ابو الذهب مسيطر. سلام، بتكلم مين يا منظور بيه؟ لا دي النمرة غلط. اهلا وسهلا بالرجالة، خير داخلين مبرقين كده يعني، مالكم؟ عايزين نقول لجنابك على حاجة. تقول يا عوض. قول انت يا عطيه. عايزين نقول لجنابك على حاجة. ما تقول يا عطية. قول انت يا عسوي. عايزين نقول لجنابك على حاجة. ما تقول يا زفت الطين. في ايه؟ إراد كل مادة في النازل. إراد ايه؟ هو احنا لسه جمعنا المحصول؟ انت فين والقصف فيه؟ إراد الملاهي، اسم الله على جنابك. اسم الله عليك انت يا اخوي. ملاهي ايه؟ ملاهي الشيطان. الإراد ماله؟ في النازل. ملاهي ايه؟ الشيطان. الشيطان؟ الإراد نازل بتاع ملاهي الشيطان؟ ليه؟ شايفني قاعد انا بعمل محشي مع النسوان في البيت ولا ايه؟
أما الطوبير اللي أنا شايفها ليل ونهار ديت بيلعبوا المراديح اللي بيتفرجوا على العفاريت. لا بيتفرجوا على العفاريت. حلو، اديك قلت بعظمة لسانك. اللي بيتفرج على العفاريت مش بيقطع تذاكر؟ ايوه. اي امال انت جاي تقول لي ليه الايراد بيقل؟ يبقى انت زي ابوك، وابوك كان ايه؟ حرامي. ايوه انا نسيتك، انت ابن زكي. انت ابن زكي يا ابن الحراميه. وانا بكهربك ده، انا بديك باليدات. عايز تسرقني فين يا اتعادل وقول لي مين اللي بيقلي يا ولد النصابين؟ ليراد. ليراد بتتكلم؟ يا صدقوا عطية بيقول الحق يا مندور. مندور؟ انت نسيت مندور بيه ونسيت نفسك ولا ايه؟ انا نسيت نفسي. انت نسيت نفسك؟ ايوه. انت شك معاه يا مندور بيه، ما تظنش فينا السوق. امال اظن ايه؟ يبقى انت معاهم. تعال عشان انت تخين هاخد معاك وقت. لا انا مندوره بالذهب، اقطع الثلاث روس دول. فاهمين ولا مش فاهمين؟ سامحني يا مندور بيه. قول لي الحقيقه، الناس عايزه ايه؟ يا مندور بيه، ايه؟ الناس ما بقتش تخاف من العفاريه، عايزين يشوفوا الغولة ما تنام فيها. ايه هاد الاداء الاوفر دي؟ يشوفوا الغولة ما تنام فيها. زاد نفسي هاتلهم غولة. غولة ايه يا مندور بيه؟ ما احنا دفنينه سوا. ايوه صحيح، ده احنا ما عندناش غولة زاد نفسي. طب هنعمل ايه؟ بس جات الفكرة، احنا عايزين غولة غولة صح؟ ايوه. يبقى نعمل كاستنج. ايه الاشكال اللي بتجيبوها دي؟ لفي. افرد يديكي وعلى البيت، يلا خف مني واخرج على طول. سلامة، هنعمل ايه؟ استنى جات الفكرة. عارفين مين تبقى الغولة؟ مين؟ هات البنت صابرين الملبوسة دي. يا سلامة منظور بيه، لو ملاهي الشيطان دي ترجع زي زمان. هترجع وشرفك لترجع عطية واقوى من زمان، وهتلاقي الطوابير لحد اخر البلد، وهنكسب والفلوس هتلعب معانا تاني. الناس عايزة ايه؟ عايزة الغولة، عملنا لهم غولة. مش زبطتوا صابرين؟ خلاص انتهينا، ما تخافش. بس انتوا خلي بالكم من شغل، ما تقفوش مبرقين كده بس والناس تدخل من وراكم. ها اصحوا. عارفين يا بقرة انت وهو لما الفلوس تلعب معانا تاني هعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هجيب ميني كوبر. طول عمرك طموح يا مندور بيه. لا ونزيه. واللي في يدك مش ليه. واللي ليه مش ليه. يعني ايه الجمله؟ يعني ايه اللي ليه؟ واي كلام، واي كلام. شوفوا الزفت اللي بتجهزوها بقالكم يومين. يا عيسوي. اهو عيسوي جاء. وش يا ملبوسي؟ يلا اهي جهزت يا مندور بيه وبقيت مية مية. صابرين صابرين عابت، قوم يا عقل انت. اقعد يا بت، اقعد. تذاكر جاهزة؟ جاهزة. مش عايز دلع في الملاهي؟ ها ايه؟ ايه بتزن في وشي ليه؟ لا دي مش صابرين، مش صابرين، دي غولة بجد. ضحك عليكم حد جاب لكم غولة بجد. عطيه. لا. انا خايف. لا. عطيه. لا. تعال. خايف عطيه. لا منظور بيه. منظور بيه. العلم انه في الخلق هيطلع علينا. اللي عملناه في الناس طلع علينا. بص مقرب بتزوم ازاي. شكلي تشليت. ايه منظور بيه. تشليت. العصايه وقعت. بتوقع العصايه، بقول لك اتشليت، بقول لي عصايه. انا خايف الناس روحوني. من انت في بيتك يا منظور بيه. لا ده مش بيتي، مش دخله تاني. وانت براحتك، برطع براحتك فيه. يعني انتم مستنين منزف من الخوف قدامكم. شلوني حمل يا ولد. شلوني حمل. شلوني ابري يا ولد. شلوني ابري يا ولد.
تدفعوش. انت بتحلم ولا ايه؟